بدا تيتوريالز ديال فلاتر، وفكرت في الاول قلت غادي ندير فيديوز على فلاتر، على كي شنو هي فلاتر كدا، شنو هما كيفاش تصايب لي زابليكاسيون، يعني تدخل في الكود وتشرح الكود الى اخره، يعني الدروس ديال اللي كيقولوا ديال المبتدئين. ما قلت علاش لا ما نديرش واحد الحاجه، علاش ما نديروش الحاجه على حقها وطريقه. الطريقه الوحيده باش دير الحاجه على حقها وطريقه في الديفلوبمون هي تقرا الدوكيومونتيشن ديال اي لغه، اي لغه برمجه بتعلمها، تقرا لها الدوكيومونتيشن ديالها. الوغ قلت غادي ندير تيتوريالز، هاد التيتوريالز غيكونوا مبنيين على الدوكيومونطاسيون ديال فلاتر. غادي نبدا نقرا الدوكيومونطاسيون ديال فلاتر ونشرحها ونشرح داكشي اللي فيها، يعني احسن بلاصه ممكن تعلم فيها فلاتر اوف كورس هي الدوكيومونطاسيون ديالهم. مهم، باش نبداو ضروري خاص تكون عندك فلاتر انستاليا. باش تنستالي فلاتر تمشي لجيت ستارت، تدخل السيت ويب ديال فلاتر .dev/docs، تدخل انستال، هنا كتشوازي الاوبريتين سيستم ديالك سواء ويندوز ماك لينكس كروم او اس. الاغلبية عنده ويندوز، ويندوز هكا كتيليشارجيها كتحطها في كتيليشارجيها اولا كتكلونيها بالجيت كلون هكا. المهم سواء درتي هاد الطريقة أو هاد الطريقة، المهم كتشارجيها وكتحطها في واحد الدوسي، حطها في مثلا في الروت دوسي اللي غادي يكون هو السي في الويندوز. منين كتحطها كتمشي كتزيد الباث ديالك، كتحطو في هاديك انفيرونمون باث راه كاينة في الويندوز، في الماك وفي لينكس كاين الباش سورس تما فين كتحط الباث ديالك، يعني كتحط البات ديالك اللي ديال فلاتر اللي هو فلاتر سلاش بين الى عقلت، يعني كتحط فلاتر سلاش بين كتحطو صافي كيولي اكسل، كتاكتيفي اكسل غيالي التيرمينال بحال هاد الشكل هذا، يعني باش كتستي باللي راه فلاتر عندك هي هاديك هاد الشكل هذا. هنا انا عندي الفيرجن 2.5.1، جو بونس بلي هي راه اخر فيرسيون، وي مادام ما عطونيش بلي راه كاينه شي ابجريد هنايا راه هي اخر فيرسيون في هذا الوقت اللي كنسجل فيه انا الفيديو. وكتشيكي واش كلشي هو هذاك، يعني كتشيكي هنا عندك فلاتر هي هذيك، الاندرويد تول شين يعني كتانستالي اندرويد ستوديو وكتانستالي مع الاندرويد اتش دي كا ديالو، كتانستالي مع البلاتفورم اندرويد وهذا الشيء كامل جافا الى اخره، وكتاكسبتي هاد ليسانس ديال اندرويد. كتشوف هنا عندي انا الاكس كود مع عندي الماك في الويندوز، يعني راه ماشي ضروري. هنايا كروم حيت فلاتر اخر فيرسيون ولا فيها فلاتر ويب ولا في ستيبل فيرجن، يعني هنا ولات كطلع حتى كروم حتى هي بلي راه عندك كروم. المهم هنا اندرويد تولشين، عندك اندرويد ستوديو تا هو كيف ما قلنا مانستالي فيه الفلاتر بلوجين دارت بلوجين والجافا ديالها تا هي غادي اوف كورس خاصها تكون الفي اس كود، سواء تخدم بالاندرويد ستوديو سواء بالفي اس كود. انا كنخدم بالفي اس كود، كنفضل الفي اس كود خفيف ظريف و يعني ما فيش يعني ما معقدش بزاف. المهم هادو الديفايسز اللي مكونيكتين دابا بالماك ديالي، هادشي اللي كاين، يعني تشيكي هاد الامور هادي راه غتكون يعني كلشي مزيان. الوغ قلنا الانستالاسيون الى اخره، وهنا غادي نجيو للدوكيمونطاسيون. الدوكيمونطاسيون شنو فيها؟ فيها جيت ستارتد، فيها الانستالاسيون تيست وهادشي كامل، يعني باش تكون فلاتر عندك. المهم هادي هي المهمه، هي الانستال يكون هادشي كلشي. هادو تيتوريالز، يعني تيتوريالز كوك بوك لعيبات كود لابس ديال جوجل. المهم يعني اللي بغا يشوفهم
لي مهم في هادشي هي هاد البارتي هادي الديفلوبمنت. الديفلوبمنت فيها اليوزر انترفيس، يعني كتهضر على اليو اي. اليو اي اللي هو الحاجه اللي كنشوفوها اللي كتبان قدامنا، يعني الرسم اللي كنرسمه في الشاشه ديال الهاتف او في الويب، لكن نخدمه ويب. وفلاتر معروفه بواحد الحاجه اللي كيقولوا انها في everything is a widget، يعني كل شيء فيها widget. وهاد الويدجيت هذه هي واحد الكومبوننت، يو اي كومبوننت، يوزر انترفيس كومبوننت. مثلا ماشي غير يو اي كومبوننت، حتى لايك تكست، يعني التكست حتى هو ويدجيت. عندنا تاني مثلا بغيتي تقاد واحد مثلا مربع راه هو حتى هو ويدجيت، يعني مربع كتقادو بواحد الويدجيت سميتها مثلا كونتينر. بغيتي ترسم اي حاجة، يعني I don't know، اي حاجة راه ويدجت. شي مثال اخر ديال ويدجت، كاين عندنا ستيتلس، ستيت فور ويدجت، داكشي ديال ستيت مانجمنت. يعني everything is a widget، حتى من كيفاش كتخدم، يعني بستريمز، بداكشي كله ويدجت. المهم هادشي كامل بلا ما توضرو راه غادي نشرحو كامل. كما قلنا هنا اليوزر انترفيس، كاينه داتا اند باك اند، يعني البارتيات اللي كاينين في الموبيل اللي خاصك تركز عليهم بغيتي تتعلم موبيل ديفلوبمنت. عندك اول حاجه هي اليو اي، هي كيفاش ترسم واحد الحاجه في الشاشه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي الباك اند. الباك اند هنا ماشي كندوي على انك تصايب واحد السيرفر كذا وتدير الباز دوني ديالك، لا، هذاك الشيء الخدمه ديال الناس اللي كيخدموا في الكوتي باك اند، اللي هي مثلا كيصايبوا لك، كيوجدوا لك لي دوني، كيصايبوا الباز دوني، كيخدموا لك لي اتش تي تي بي ريكويست كذا، لي زابي اي، هادشي كامل. هنا داتا اي باك اند في فلاتر اولا في الموبيل ديفلوبمنت كنهضروا كيفاش غادي تستغل داكشي اللي وجد لك هذاك السيد اللي خدام في الباك اند، يعني داك الباك اند اللي وجد كيفاش تستغلو فلاتر وتجيبو وتحطو عندك وتهاندليه في الفرونت. يعني الفرونت عندنا هو الموبيل، كيفاش تهاندليه في الفرونت او للويب لا يهم. هذا الشيء اللي باقي الاخر صراحه ماشي نقول ماشي مهم، ولكن كبدايه ما كاينلاش صد راس كبير. يعني هاد اكسيسيبيليتي انترناسيوناليزيشن هي ديال مثلا الاكسيسيبيليتي، المهم كيهضروا على شي حوايج ان تخلي الابليكاسيون اكسيسيبل لواحد الناس، اكسيسيبل لواحد الناس، كيهضروا على الاكسيسيبيليتي لي فونت، المهم شي بزاف. والانترناسيوناليزيشن هادي ديال لي فونت ديال اللغه، كيفاش دير الابليكاسيون ديالك ملتي لونغ الى اخره. بلاتفورم انتيغريشن تاني عندنا، كيفاش تانتيغري الابليكاسيون ديالك في وسط واحد الابليكاسيون اخرى اللي مصاوبه بسويفت اللي هي اي او اس، او مصايبه بالاندرويد، او مصايبه بالجافا الى اخره. كيفاش يمكن حتى هنا كيفاش تاكسي لواحد تاكسي مثلا دير واحد لاكسي لواحد الحاجه اللي كتقدر غير الجافا اللي تاكسي ليها مثلا في الاندرويد. يعني مهم، واخا هادشي دابا حاليا ما غاديش تحتاجو، انه كاينين بلوجينز فلاتر حاليا، وغادي نهضروا على هاد الكونسيبت ديال فلاتر، انه فلاتر فيها باكيجز اند بلوجينز. يعني الباكيجز فهموا، هادي باكيجز كيكونوا مصاوبين بالدارت، اللي ما قلناش ان فلاتر واحد الفريم ورك اللي مصاوب بواحد اللونغاج اللي سميتها الدارت. اللونغاج هي الدارت، وفلاتر مصاوب بالدارت. يعني بدل هما الناس ديال جوجل ما يعطوك الدارت انت تصايب بها داكشي كامل، وتصايب بها اليو اي كومبوننت وداك داكشي كامل، هما وجدوا لك الكومبوننت باش تكون السرعه ديالك في الخدمه. يعني داكشي علاش فلاتر، يعني كتحط فلاتر الفوق تحت منها الدارت بحال هكا، يعني تقدر تفهمها بهذه الطريقه. فلاتر الدارت بحال هكا، يعني
فلاتر كتاخد الخدمه ديالها كامل من الدارت. هادشي ما كاينينش ان ما غاديش تخدم بالدارت فلاتر، ضروري ما غادي تقيس الدارت ملي غادي تبغي تخدم شي حاجه ديال المهم الاف كونديشن لي فونكسيون مثلا اللي كيعيطوا على لي زابي اي وداكشي كامل راه كتخدمو بالدارت، مي راه ماشي شي ما ليش تحتاج شي حاجه اللي هي الا كنتي ديجا دير عارف جافا عارف سي شارب او لا بيتون يعني راه غادي الدارت غادي تجيك راه بحالهم يعني مكاينش فرق. الوغ هنا كيهضروا على ادين فلاتر تو اكزيستن اب، المهم ما غاديش نهضروا على هذا الشيء، ومن بعد راه غنهضروا حنا على اليوزر انترفيس داتا اند باك اند، ونقدروا ندوزوا لهاد بيرفورمانس اوبتيمايزيشن حتى نهضروا عليها شويه، وهادشي الاخر راه حتى هو اللي بقى الوقت راه نهضروا عليه.